ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. معتز إينو أو المدفعجي، واحد من نجوم الكرة المصرية، لاعب لقطبين الكرة المصرية، أضاف النادي الأهلي أجمل سنين عمره وسط الجيل الذهبي التاريخي اللي حققوا كل حاجة في عالم الساحرة المستديرة. بدأ حياته من صفوف المنافس الزمالك، لكنه في الأصل أهلاوي. حبه للأهلي خلاه يستحمل حاجات كتير عشان بس يقدر يحط رجله في النادي. جماهير الأهلي كانت في ظهره دايما، وهو ما بيسيبش أي موقف أو مناسبة إلا ولازم يأكد على ولائه للأهلي وحبه لجماهيره. حبه وتفانيه وإخلاصه جوه النادي وبره النادي خلاه موجود دايما في قلوب الجماهير، حتى بعد ما اعتزل كرة القدم فضل مكمل في ولائه للأهلي، وقابل مسؤولي الأهلي إخلاصه بتواجده لتعليم الناشئين فنون الكرة. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع مرة تانية. برحب بالمدفعجي كابتن معتز إينو، منورنا ومشرفنا في بيتك يعني قناة النادي الأهلي. طبعا في البداية سعيد جدا لما موجود معاكم، وبتمنى لكم كل التوفيق، ومبروك على البرنامج الجميل ده، وفي نسبة مشاهدة ما شاء الله عالية جدا، فإن شاء الله بالتوفيق دايما. وزي ما انت قلتي طبعا ده بيتي بيتك. يعني فاتمنى ان شاء الله اللي هي تبقى حلقه جميله يعني ان شاء الله. هند قبل كما كان بيتفرج على الفيديو بيقول وما جابوا الصور دي منين؟ الصور دي الصور دي ما ظهرتش؟ لا، اول مره يعني دايما في اي برنامج بلاقي صور، بس دي اول مره تظهر هنا في قناه الاهلي. لا احنا عندنا فريق اعداد قليل، احنا عندنا لا طول عمر الاهلي حريف. طيب احنا قبل ما حضرتك تشرفنا كنا بنتكلم عن وجود النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، عايزين نبدا من هنا. رايك في وجود النادي الاهلي في كاس العالم للانديه والتشكيك في حقيه الاهلي ان هو يكون موجود؟ بصي دايما يعني النادي الاهلي حاجه كبيره جدا في افريقيا، الناس كلها يعني مش متخيله اللي تتلعب البطوله من غير النادي الاهلي يعني. فطول عمر الناس حتى الانديه الكبيره يعني احنا لما كنا بنروح الناس عارفه ان الاهلي ده عارفه ضلع من ضلوع البطوله، يعني ما ينفعش البطوله تتلعب الا لما يبقى فيها النادي الاهلي. طبعا طبيعي الناس بتشكك، لازم احنا اللي على حق نروح، مش عارف مين اللي حق يروح، بس في الاول وفي الاخر الكاف او يعني الناس المسؤوله عارفه قيمه النادي الاهلي وجماهيره، فعارفه ان البطوله لما بتتلعب بنادي كبير بطل افريقيا كذا سنه على التوالي، فطبيعي اللي هو دايما يبقى موجود. فمع احترامي طبعا لكل الفرق الثانيه، مش بقلل من حد، بس النادي الاهلي يعني بطولاته وتاريخه هو اللي بيتكلم عن نفسه، فمحدش حقق اللي النادي الاهلي حققه، فطبيعي اللي ده لازم يبقى موجود يعني. مظبوط، يمكن القوانين اللوائح يعني كلها بتقول ان الوصيف هو اللي هو اللي موجود طالما. لا انا بتكلم، انا بتكلم كمان غير موضوع اللوائح، انا بتكلم بشكل عام للمواطن العادي، للراجل البسيط اللي حتى ممكن مش كل الناس فاهمه اللوائح. انا صح. بتكلم اللي طول عمره من ساعه ما لا النادي الاهلي هو دايما ممثل مصر في البطوله دي في كل سنه، فده متعود اللي هو يشوف البطوله، غير بقى اللوائح دي حاجه تانية، فطبيعي اللي هو الوصيف بيبقى موجود. بالظبط كده. صح. كابتن معتز تعالى ناخد معاك من الاخر كده، واخر مشكله يمكن اتعرضت لها وانتحال حد شخصيه على تويتر وعمل لك اعتقد مشاكل كتير، كلمنا عن الموضوع ده. يمكن الفترة الأخيرة تعرضت يعني للشخص ده، أنا معرفوش طبعا. أكيد. وأنا ما عنديش حساب على تويتر أصلا. ما عندكش أصلا؟ أصلا. وإنستجرام أنت عندك إنستجرام؟ أنا عندي إنستجرام وعندي الفيسبوك. أنا على فكرة مش من الناس اللي هي طول النهار على السوشيال ميديا وأخش مش عارف الأوضة دي أروح منزل، أنا مش كده يعني، أنا عندي شغلي والتدريب ومركز في شغلي أكتر، فكل فين وفين حتى لما بنزل صورة شخصية ليا يعني. فهو كمان جه على حاجه مش عندي يعني، انا ما عنديش اصلا اكونت على تويتر. دي مصلحه يعني، هو جه في حته غلط الحمد لله. بس هي المشكله اللي هو يعني وقعني في ناس كتيره زمان. عمل ايه يعني؟ بيقعد يتكلم دايما ويخبط في اعلاميين وناس زملاء ولاعيبه كوره. كده حد شيكابالا ده اخرهم يعني، انا مش هتكلم على اللي قبل كده يعني، اخرهم شيكابالا. شيكابالا ده اخويا من واحنا في نادي الزمالك، من واحنا في الناشئين مع بعض، وزميل ملاعب وكل حاجه، فطبيعي اللي انت ما يعني مش هتوقع بيني وبينه يعني. اللي زعلني اكتر بقى مش كده، اكتب زي ما تكتب، ما احنا طول عمرنا متعودين اللي لعيبه الكوره بيتكتب عنها، فاحنا متعودين. اللي زعلني اللي بعض يعني الاعلاميين طلعوا وصدقوا الموضوع وبقوا يتكلموا عليا ويخبطوا فيا، وبرضه من غير ما يتصلوا بيا. المفروض انا لما يعني اتكلم او شفت حاجه اتصل بيك، او انت المفروض عارف ايه وعارف تربيه ايه وعشرتني ومعاك رقم ايه ومعايا رقم يعني كل حاجه، فتتصل انت ولا مش انت طبيعي ده بديهي يعني. لكن انك كمان تطلع وتهاجم هو عامل لايف على صفحته وعامل برنامج وعامل كلمته، كان الكابتن خالد غندور طلع وهاجمني وكلمته وقلت له، قال لي انا ما كنتش فاكر كده، وكان طارق السيد
عامل لايف على صفحته. انا برضو بقول بالاسماء يعني. قبل كده طبعا احمد جمال ومهيب عمال، يعني مش عايز اقول الاسماء، خبط في ناس كتير عالميين وكلهم ناس محترمه وكل الناس زمايلي، وانا الحمد لله يعني لا اسلوبي ولا تربيتي عمري لا بطلع هاجم. ولا واحد اتصل بيك ولا خلص. واحد قبل ما يطلع يهاجمك؟ لا يعني قبل كده في بلال علام كلمني المذيع المعلق، خبط في بلال علام، كتب بوست عليه على تويتر، فبلال ما يعني قال لي، راح بعت لي على الواتس قال لي هو انت اللي بتقول كده وبتاع، قلت له لا انت عارف انت اخويا يعني. فتفهم الموضوع، لكن الناس التانية اللي ما يعني راحوا سخنانين وراحوا مديني على طول، فبتهاجمني ليه؟ بس لما عرفوا كابتن خالد غندور نزل اعتذار على صفحته لما عرف، وكلمني وقال لي انا ما كنتش عارف. طارق السيد نزل اعتذار وطلع في اللايف اللي بعده، هو بيعمل لايف على صفحته كل يوم كان بيقول اخبار وكده، طلع وانا برضو ما شفتش يعني، انا برضو زمايلي واصحابي اللي قالوا لي اللي هو طلع اعتذر يعني. ف ده حد يعني مش عارف يعني حد عنده نقص، فكون اللي انت تعمل كده ما بس الموضوع بقى لما بقى اوفر خلاص الناس بقى خلاص خدت على كده. غير بقى اللي انا كان بيجي لي مسجات بقى بشتايم وبالفاظ يعني حاجات بقى تانية. انت طالع بتخبط في الناس الجمهور بقى الناس اللي بتسمع، لما طبعا بيلاقوا اعلامي مثلا ده اينو قال 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 قال، فالناس بتمشي ورا الموضوع، بلاقي انا بيعود عليا انا بقى يعني لا يتلام. ما هو هنا في الحاله دي الجمهور ما يتلامش لان هو ماشي ورا اعلاميين لسه يعني لم يتحروا الدقه. بس انا يمكن طلعت قبل كده ويعني طلعت مع كابتن سيف زاهر وقلت وطلعت على صفحتي الشخصيه عملت فيديو ووضحت، قلت يا جماعه انا اصلا ما عنديش تويتر اصلا خالص وما عنديش اكونت. بنقول من هنا من قناه الاهلي من حديث ان انت ويمكن طلعت مع كابتن اسلام الشاطر برده هنا كنت في البيت الكبير وقلت، فالموضوع بقى خلاص بوخ يعني. الناس في ناس بقى ايه راجعت نفسها، لقيت بقى المسجات في ناس بعض الناس يعني غيرت المسجات بقى، احنا اسفين انت محترم غيروا كلامهم بقى. انا شايفه كنت بتشتمني فوق. انا شايفه كنت فوق انا عارفه، بس والله مش بركز، بس اللي انا عايز اقوله اللي يقول يقول، انا متعود على دايما النقد يعني اي حد معروف او اي حد النقد بس مش التوقيع يعني. هو ده يمكن ناس ما عندكش معاهم خلافات، هو برضو اللوم الكبير يعني، هم طبعا كلهم اساتذه بس هي غلطك المهنيه بتحتم انه لما هطلع اتكلم على الاقل اتكلم طبعا يعني أكلم. على الاقل انا لو انت مثلا اتكلمتي عليا او حد قال لي اللي انت اتكلمتي، على الاقل انا هكلمك هل ده طالع منك انت اللي اتكلمتي؟ صح صح بس صح كان ده مفروض يحصل. طيب خلينا بقى نروح للنادي الاهلي ووجودك في قطاع الناشئين نادي الاهلي، احكي لي بقى بدايه الموضوع ولحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. النادي الاهلي يعني يمكن بعد ما بطلت على طول انا علاقتي بيهم كويسه جدا، ولغايه دلوقتي بشوف الجمهور في الشارع والناس كلها الحمد لله علاقتي بيهم كلهم كويسه. فلما اول ما بطلت الناس رحبوا بيا ان انا ابقى اكون موجود في قطاع الناشئين، والحمد لله بقى لي 4 سنين ونص مسكت بقى كل المراحل لغايه ما وصلت السنه اللي قبل فاتت 2001 اللي هم تحت الفريق الاول، وخدت بيهم بطوله الجمهوريه ما شاء الله. كان معايا في الفرقه احمد نبيل كوكا وحمزه علاء اللي هم دلوقتي بيلعبوا فوق، احمد سيد غريب، محمد اشرف، عربي بدر، كل دول يعني رجالتي في الفرقه. الحمد لله ربنا كرمني واديت بكل شياكه واحترام في النادي الاهلي في القطاع الاربع سنين ونص اللي انا قعدتهم، وكل فرقه كنت بمسكها الحمد لله كنت باخد البطوله بتاعتها ما شاء الله على مدار السنين يعني ما شاء الله. فالحمد لله عملت اسم كويس في التدريب وانا مركز في التدريب بعد ما بطلت، خدت الشهادات بقى وبذاكر وبسعى وبجتهد ويعني بحب شغلي يعني لغايه ما جالي عرض بقى نادي الشهداء، سبت بقى قطاع الناشئين بقى الواحد بقى عارفه بيعلى بقى سبت بقى الشباب والناشئين، نادي الشهداء ده في اسماعيليه مسكت بقى مدير فني فريق كبير الفريق الاول وبعدها سبته، وبعدين السنه اللي فاتت كنت في زد مع كابتن سمير كمونه برده فريق اول، والسنه دي نادي النصر بقى فريق اول برده مدرب عام مع كابتن ياسر رضوان. انت مكمل في قصه التدريب؟ خلاص بقى، بس انا خلاص سبت بقى مرحله الناشئين يعني والشباب بقى، انت عارفه دي كنت بتعلم يعني خطوه خطوه. حلو طبعا. بعد ما بتبطل مش بتمسك على طول يعني، كل النجوم دلوقتي او كل الكوادر دلوقتي المدربين النجوم الكبار اللي ماسكين دول بدايتهم كانوا في الناشئين يعني انا كابتن حسام بدري دربني غير في الاهلي لما انا رحت الاهلي دربني في الناشئين كابتن علاء ميهوب، كل الناس دي بتبدا من تحت كابتن يعني محمد يوسف. مش باين نشوف اينو في يوم من الايام بيدرب بتشوف ازاي انا هدفي النادي الاهلي. لا 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 انت منمر بقى ان شاء الله والله مش بعيد. بصي اي حد عنده حلم فطالما عندك حلم وبتسعى له وبتجتهد ان شاء الله ربنا. بتشوف وجود وليد سليمان وخالد بيبو في قطاع الناشئين لغايه دلوقتي ازاي؟ انا كابتن خالد انا اشتغلت معاه لغايه السنه اللي قبل فاتت يعني انا حضرته اول ما اشتغلت طبعا كان الكابتن فتحي مبروك بشكره من خلال البرنامج على الفتره اللي انا قضيتها معاه والراجل ما تاخرش عني في اي حاجه. بعد كده جه الكابتن خالد بيبو برضو من الشخصيات المحترمه وبعد كده انا خلاص مشيت. اللي عجبني ان وليد سليمان يعني
طول عمر النادي الاهلي ما بيبخلش على اولاده. بالظبط. ودايما لما انت بتطلع بشياكه وباحترام من النادي وما يعني ما تاخرتش ولا بنقطه عرق من وانت بتلعب، الجمهور بيشيل لك ده. وانا شفته يعني على المستوى الشخصي، يعني الجمهور بيشيل لك ده، المسؤولين بيشيلوا ده، المجلس الاداره. فخير يعني الأمثلة كلها. وآخر مثال طبعا وليد سليمان، يعني للراجل الناس ما سابوهوش خالص وحطوه في كادر كويس، في نائب مدير قطاع الناشئين مع كابتن خالد. فالناس يعني عايزين يقولوا له احنا معاك، احنا عمرنا ما هنسيبك. ووليد ذكي، يعني في بعض اللعيبه قبل كده لا مشيوا وزعلوا منهم الجمهور، يعني كانوا اساطير. كانوا اساطير. والنادي الأهلي طول عمره عنده مبدأ، يعني زي اللي بيبيعني ما خلاص الاهلي مش اولا. الاهلي فوق الجميع. حتى لما تمشي، يعني انا حتى لما مشيت من القطاع، من قطاع الناشئين، ماشي بشكل كويس وماشي باحترام، بحس ان انت ما تخسرش النادي. دي احسن حاجه، عشان في اي وقت ده في الاول وفي الاخر النادي الاهلي ده بيتي، بيتك. لكن انك تمشي بشكل كويس، بشكل وحش، دي اللي بتبقى شكلها مش كويس. يعني تزعل كل جماهير. فوليد سليمان انا شايف اللي هو ذكي جدا، ذكي. وانا لعبت معاه 4 سنين في الاهلي، من الشخصيات المحترمه جدا جدا. يعني ادى كل حاجه لجمهور النادي الاهلي، وما بخلش، العب العب احتياطي احتياطي، ما عمره ما عمل مشكله في مسيرته. فمن اللعيبه المحترمه جدا، فهو طبعا صاحبي وصديقي، يعني زميل ملاعب زي ما بيقولوا. فبتمنى له كل التوفيق، و يعني الفتره اللي جايه دي هتبقى فتره مهمه في حياته. خلاص بقى الكوره بتبقى مرحله، داخل بقى في مرحله تانية خالص. فبتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله هو قدها وهيتعلم وهيبقى حاجه كويسه في النادي الاهلي. كابتن، خروج بعض اللاعبين من النادي الاهلي بشكل صادم للجماهير، يعني اساطير من اساطير النادي الاهلي والجمهور كانوا بيحبوهم جدا وبيخرجوا بطريقه مش احسن حاجه، بتشوف ده سبب فيه ايه؟ بصي، كل واحد يعني كل واحد ليه دماغ، يعني صوابعك مش زي بعضها. في اللي بيمشي مثلا عشان عرض مادي بيبص للماديات، في اللي بيمشي هو تفكيره جابه كده، شايف اللي حاجه تانية احسن، عرض احتراف. يعني بدون ذكر اسماء، الناس كلها طبعا عارفه، مش عايز اقول مين ومين، الناس كلها يعني الموضوع معروف. لكن كل واحد ليه دماغه، ما اقدرش اظلم او اقول رايي، لكن كل واحد عارف مصلحته فين. يعني هو مش صغير، يعني انا مش صغير اللي انا اخد قرار، فاكيد انا ببقى دارسه كويس. كل واحد من الناس دي قبل ما يمشي اكيد دارس الموضوع كويس، واكيد عارف هو يعني الخطوه دي هتوديه فين، فهو اللي بيختار في الاول وفي الاخر. طبعا النادي الاهلي بيبقى ليه قيم وليه مبادئ وليه نظام، فهو اللي بيحدد في الاخر يعني. بس على العموم احنا كل يعني بتمنى لهم كلهم التوفيق، يعني كلهم زمايلي. لكن اللي انا عايز اقوله اللي دايما النادي الاهلي سيظل كبير، يعني وجمهوره طبعا. النادي الاهلي هو اللي زي ما حضرتك بتقول، بعد ما بتبطل كوره بيفضل يوقفك في الشارع ويفضل يدعمك، ولو لا قدر الله حصل لك اي ازمه هتلاقيه بيدايلك، وده اهم من فلوس كتير قوي. وده غير النادي الاهلي، انت يعني الناس بتلعب في النادي الاهلي يا جماعه بياخدوا فلوس حلوه قوي. يعني انا عايز اقول لك ده اللي عايز اقوله. بمناسبه الجمهور، انا من حوالي سنتين اخر مره يعني رحت، كان زمايلي رايحين، كان ماتش النجم الساحلي في استاد القاهره، فكان في بطوله افريقيا، فقالوا لي عايزين نروح وبتاع، فرحت. قالوا لي تعالى معانا يعني، فرحت. انا من ساعه ما بطلت بقى لي 5 سنين لا ما رحتش، حضرت في الاستاد. اوكي. فرحت الماتش ده. انا يعني اول ما دخلت الاستاد والله العظيم انا اصحابي يعني ما صدقوش، يعني الجمهور استقبلني اكتر ما كنت بلعب. يا الله، هي دي اللي انا بقول لك عليها المحبه، حب الجمهور. حب الجمهور يعني حقيقة. اللي انت بصي، لعيب الكوره هي فتره وخلاص، هي فتره انت بتبني او انت بتفضل ماشي بعد كده على السمعه او على سيرتك الطيبه. فالكوره هي مرحله خلاص، كل الناس بتبطل، احسن لعيبه في العالم بتبطل. حقيقة. انت بتفضل بقى على سيرتك، على سمعتك، الجمهور بيحبك، في قبول بينك وبين الجمهور ولا لا. فانا من اول يوم دخلت النادي الاهلي الحمد لله الجمهور حاسس بيه. ايه يومها لما رحت الماتش؟ اصل انا يعني انا عانيت شويه، استحملت حاجات كتيره اتعرضت ليها في نادي الزمالك قبل ما اجي، عشان اشتريت النادي الاهلي. فالجمهور كان عارف كل ده، كل ده كان بيتكتب في الجرايد، والناس كانت متابعه الاحداث وكده. فتعرضت لحاجات كتيره، ضغوطات يعني، وقله لعب ووقف ومستحق، يعني كل حاجه عشان انت اخترت الاهلي. فالجمهور مش يعني جمهور ذكي، الجمهور عارف انت ضحيت عشان قد ايه واتمسكت بينا قد ايه، فلازم يوروا لك رد فعلهم من صح. اول يوم حبهم ليا حاجه جميله جدا، استقبالهم ليا في اول يوم في الملعب، في التمرين، في الاستاد، في المباريات. يعني لما بينادولك لا بحرقه زي ما بيقولوا، بيستقبلوك استقبال حار يعني. فانا لما رحت اصحابي حتى استغربوا يعني،
فالحمد لله الناس كلها يعني استقبلتني باستقبال كويس. فمن خلال طبعا البرنامج بشكر جمهور النادي الاهلي، وطول عمر جمهور النادي الاهلي هيفضل على راسي طبعا. شايف جمهور بصراحه جمهور النادي الاهلي ده عظيم، هو اللاعب رقم واحد طول عمرنا احنا كلاعيبه بنقول ان جمهور الاهلي ده هو اللاعب رقم واحد. يعني هو يعني انا لعبت في اجواء يعني جمهور بيبقى مالي الاستاد في وسط مثلا 60,000. يعني مثلا الجون اللي انا جبته في الزمالك ده 60,000، ده اعتقد الجون الاقرب لاهلي. انا جبت جوان كتير بس ده عشان في ماتش قمه. فاي حد بيجيب اهداف في ماتش الاهلي والزمالك، وبعدين الاستاد كان 65,000، كل الاستاد بيقول اينو اينو انت. فهو ده اللي بيفضل دايما في الاذهان، يعني عشان الوطن العربي مش مصر بس اللي بتتفرج على ماتشات القمه، ده الوطن العربي كله بيتفرج. فدايما اللي بيبقى بيجيب هدف في ماتشات الاهلي والزمالك هو اللي بيفضل في الذاكره دي حقيقه. حتى لغايه دلوقتي لما بيجي ماتش مثلا الاهلي والزمالك في الاستوديوهات ولا في التحليل ولا كده، بيجيبوا الاهداف اللي على مدار السنين كلها دايما خلاص هدف معتز هو اللي دايما بيتذاع، عشان هو كان شكله حلو وماتش بيجيبوا دايما عزيز. الاهداف فكان جون حاسم كمان، وكان في بطوله السوبر. انت شاركت كام بطوله في النادي الاهلي تقريبا؟ خدت كام بطوله؟ او شاركت مع ما شاء الله يعني؟ ما شاء الله. وخدت كام؟ نمسك الخشب؟ ما شاء الله. 14 ما شاء الله. خمس سنين، انا لعبت خمس سنين في ده اكتر من عدد بطولات نوادي، يعني يعني في نوادي تاريخ. انت عارف انا خدت كام بطوله في نادي الزمالك؟ كام بطوله؟ واحد. انت لعبت ست كام سنه في في الناشئين ولا لا؟ الفريق الاول خمسه برضه. اوكي. من اول ما لعبت فريق اول. لكن في النادي الاهلي برضو خمسه، بس انا خدت في الخمسه بتوع الاهلي خدت 14 بطوله. لعبتهم من القلب دول. خمس سنين ده خمس سنين الاهلي لعبوا من القلب. 14 بطوله في خمس سنين دي نقسمها ده في كل سنه بتاع اربع بطولات كده. احنا كمان السنه دي يمكن شفت كنت بتقدمي، لا كان الجيل ده مش يعني مع احترامي لكل الاجيال مش هيجي تاني. يعني انا لو قعدت اعد لك كنت بتكلم ابو تريكه، بركات، فلافيو، عماد متعب، احمد فتحي، وائل جمعه، شاطر، يعني عماد النحاس، احمد السقي، يعني جلبرتو، في كل مكان في ثلاثه. يعني الناس اللي كانت بتطلع بره السكور في المعسكر فرقه تانية. ايوه ايوه كان بصراحه فريق روعه. كابتن معتز احنا خلصت فقره اسئلتنا السهله، هنتعالى دلوقتي تعالى دلوقتي هنطلع فاصل ونسيبك تجهز نفسك كده علشان نرجع تاني فاصل ونرجع تاني. استنوني. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين حلقتنا ومعانا ومنورنا النجم معتز اينو. تعالى دلوقتي بقى نروح ل لعبة الحريفة. في قدامنا بولتين فيها واحدة أسئلة وواحدة حكم. هتسحب ورقتين وتقرا السؤال وتقرا الحكم وتختار يا الحكم يا السؤال. ربنا يستر. أسئلة مش سهلة. لا وعندك برضو في الآخر ممكن تستخدم خاصية الفار دي بس علشان في إيه؟ فار؟ أمال إيه؟ لازم تستخدمه في الآخر لو عايز توضح حاجة أو تقول حاجة للجمهور. أقول السؤال؟ لا ثانية واحدة. حضرتك اسحب ورقتين، ورقه من هنا ورقه من هنا. لا ده غش، ده غش. هرد اهو. ورقه من هنا ورقه من هنا. هتقول السؤال ولا الحكم؟ هو يقرا الاثنين الاول. يقرا الاثنين. اقرا السؤال ولا الحكم؟ اقرا ده وده. يلا الحكم. كلم مراتك دلوقتي اسالها على رقم التيشيرت بتاعك في الاهلي. السؤال. طب ماشي خلي الاعداد يكلموه عادي. طب ما تجاوب السؤال ايه؟ لعبة الكرة انتماء ولا بيزنس ولا وشغل ولا شغل بس؟ هتعمل ايه؟ هتختار ايه؟ انت عايزين ايه؟ اللي انت عايزه. والله انا لو عليا انا عايزه الاثنين. انا عايزه نكلم المدام وعايزاك تكلمها. طب خلاص خليهم يكلموها عادي. طيب كلموها. انت معاك موبايلك صح؟ اتصل بيها. ما هنسمعها ازاي؟ اتصل بيها بس وافتح. طب هم يكلموها. اتصل بيها وافتح سبيكر هنسمعها. طب ارد على السؤال؟ ماشي. اختار السؤال. لا عادي والله كلموها. لكن انا عايز ارد على ده. ماشي اتفضل. لا هو دلوقتي كان زمان في انتماء، هتكلم يعني بصراحه كان زمان في انتماء عشان ما كانش الفلوس زي دلوقتي او الارقام اللي احنا بنسمعها دلوقتي ما كانتش موجوده زمان، فكان الانتماء صعب قوي انك تلاقي مثلا كابتن حسن شحاته ده يروح الاهلي، صعب جدا انك تلاقي كابتن محمود خطيب ده يروح الزمالك، فاهمه؟ كان في كده كوادر صعب تروح من هنا لهنا، فكان الانتماء او التيشيرت كان الموضوع يعني كبير جدا يعني. دلوقتي على سبيل المثال ناس كتيره قوي ممكن بتسيب هنا وتروح هنا عشان الفلوس، دلوقتي كل الناس بتبص بيحب النادي بتاعه، لكن معلش الاحتراف وكلنا بنشوف الناس بره وفي اوروبا
ولعيبه كتيره بتسيب هنا وبتروح هنا، فخلاص بقى الموضوع بقى خلاص بقى بيزنس. في ناس دلوقتي زي ما مكتوب قدامي بيتعاملوا معاه اللي هي بيزنس، عايز يامن مستقبله ويامن مستقبل ولاده عشان عارف اللي بعد الكوره عارف مدام. اللي بعد الكوره الموضوع هيبقى صعب جدا. دي مدام ولا ايه؟ احنا اللي هنكلمها. فعارف ان الموضوع هيبقى صعب بعد الكوره، فهو يقول لك لا انا بلعب الكوره دي زي ما قلت لك هي فتره، فانت لازم تعمل منها فلوس كويسه عشان تقدر بعد كده. في ناس، مش كل الناس هتبقى مدربين، مش كل الناس هتبقى محللين، صح. فيقول لك لا انا بعمل عشان بعد كده بعمل انا بيزنس لوحدي بشوف اموري. ف اديني يا كابتن. شكرا. ده كده خلاص؟ ده خلاص. ورقتين تانيين هما كده. احنا هنجاوب على كل ده؟ لا يعني هتسحب ورقتين، واحده سؤال واحده. انا ممكن اعمل كده؟ ايوه طبعا. هي سلام، بدل ما يبقوا مترتبين. لا لا مش مترتبين على فكره. عليك ماشي، هنا في مصداقيه. ما مش حدش هيرقصني، الوحيد اللي رقصني ميسي. ترقص بلد. اوكي. انا هاري السؤال. ايوه تختار ايه؟ السؤال ولا الحكم؟ لا هختار السؤال طبعا. هو ايه السؤال وايه الحكم؟ الحكم انزل 20 ضغط. يا نهار ابيض. لا يا كابتن ازاي يعني، ده حكم سهل عليك. احنا الاعداد بتاعنا حنين، ده الاعداد متوسط. والسؤال ليه قلت ما فيش مدرب مصري ينفع للاهلي؟ اه اتفضل. دايما الانديه الكبيره يعني عندها عوده الـ 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 الاجنبي، عوده الخواجه. فطول عمرنا عارفين الاهلي والزمالك دايما بيجيبوا نجوم كبار ويعني مدربين اجانب، بحكم اللي هم كمان في نجوم كتيره ولاعيبه دوليه في سواء في الاهلي او في الزمالك. فعشان يقدر يسيطر الاجنبي بيبقى جاي ما يعرفش مين معتز، مين ابو تريكه، مين جمعه، هو ليه كويس في الملعب وبس. كورة. لكن كوره بيبص كوره، فما عندوش حته العاطفه. احنا كمصريين رقم واحد لو مدرب مصري على الاقل هيعمل حساب لفلان، هيعمل حساب لكابتن فلان لاسمه حتى لنجوميته. العاطفه ممكن تاخده في بعض القرارات. فهو دايما يقول لك ايه يعني النادي الاهلي طول عمره بيجيب لعيبه يعني كوكبه من النجوم، فانت لما يبقى عندك 25 30 نجم عشان تسيطر عليهم لازم اجنبي. صحيح. يعني ده من وجهه نظري، عشان تسيطر عليهم لازم اجنبي، عشان الاجنبي ما يعرفش مين احمد من محمد، ما يعرفش، هو كلهم بالنسبه لي لعيبه. هيبقى في حياديه وفي يعني كلهم سواسيه بالنسبه لي. لكن ممكن المدرب المصري لا، ابو تريكه نجم النجوم، فده لو قعدته المباراه دي الجمهور ممكن يقلب عليا. الاجنبي ما عندوش الحته دي. الاجنبي ما عندوش، الاجنبي هيقعد الكبير قبل الصغير وممكن يلعب الصغير. انا في الزمالك ما في انجدك كنت بلعب في وسط نجوم، حازم امام وجمال حمزه وي انا بديك مثال، وانا كنت لسه ناشئ طالع ما حدش يعرفني، ما فيش اتنين يعرفوني، عيل صغير طالع راح ملعبني في وسط النجوم دي كلها. دي كانت بدايتي، اول ما حطني في وسط عبد الحليم علي وعبد الواحد السيد وبشير التبعي وحاطيني انا الوحيد في وسط العشرة دول، وفضلت مكمل السنه كلها. دي اللي عرفت الناس بيها وكانت بدايتي. فده الاجنبي. لو مصري هيخاف يقول لك لا ما ده لسه ولد صغير، العب واحد كبير احسن بدل ما الجمهور يقلب عليا. صح صح صح. يلا اللي بعد. فالحمد لله انا الحمد لله مش هعمل الضغط. الحمد لله انا مش هعمل الضغط. بعد الهوا بقى نعمل. اتفضل. انا على فكره برد على كل الاسئله، ما عنديش مشكله في اي حاجه. سؤال وحكم. انا نفسي تعمل حكم يا كابتن بصراحه. استني بس انا هخليه يعمل حكم في الاخر. ده لازم. هو انا نسيت، هو فين الحكم وفين ال... لا بقى معروفه. قول لنا واحنا نقول لك. واحنا نقول لك. قميص نفيسه نشف قميص ولا ما نشفش؟ قول 10 مرات. الجمله دي 10 مرات ولا تجاوب على السؤال؟ تريزيجيه ولا حسام بدري السبب في رحيلك عن الاهلي؟ وضح. بصي اخر معسكر ما شاء الله في جراءه وفي فعلا اجابه على كل الاسئله. لا انا اصل ما فيهاش حاجه يعني. اخر معسكر ليا في النادي الاهلي 2012 دي لما انا مشيت على طول، انا اللي طلبت امشي على فكره. حتى كابتن سيد عبد الحفيظ كنا في تركيا ساعتها، اخر معسكر لينا كنا في تركيا وراجعين على 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 الدوري يعني في فتره الاعداد. كان تريزيجيه لسه طالع يعني برده صغير خالص ومحدش يعرفه خالص، كان بيتمرن معانا قبل ما نسافر كولد طالع من الناشئين يعني. فهو كابتن حسام بدري كان معجب بيه جدا زي ما انا نفس قصتي القديمه يعني. فهو واحنا في المعسكر عايز يلعبه فجه عليا انا. فمن خلال المباريات الوديه اللي احنا هناك في التمرين لقيت اللي انا بلعب 10 دقائق ربع ساعه ما مش بنزل كتير، وانت بقى خلاص انت المفروض اللي انت اسمي يعني خلاص بقيت نجم. فمن اللعيبه الكبيره وبلعب على طول، وكان قبلها كابتن حسام بدري على طول بيلعبني وكان بيعتمد عليا، بس لقيته مره واحده بيعتمد على تريزيجيه. وانا مثلا ايه العب 10 دقائق ربع ساعه في ماتش ما لعبتوش خالص ما نزلتش اصلا. فطالما ده بان بدري كده ده هيفضل كده طول الموسم. فحسيت ان انا مش هيعتمد عليا، وانا مش من النوع اللي ابقى موجود في مكان ماليش دور. ما تحسش. سؤال واقف هنا، ما ندمتش ان انت مشيت؟ خدت قرار انك تمشي في ساعتها؟ كان الموضوع سخن، عايز العب
في ساعتها عشان دلوقتي. انا دلوقتي طبعا ندمت اللي انا يعني كان لازم اللي انا اقعد بس انا كان عارفه الموضوع بقى سخن وعايز العب وازاي انا اقعد وعارفه أيوة الدنيا أيوة. واخداني بقى لا ازاي ومش ازاي وانا 100 نادي ياخدني وانا راجل اسم وكل الانديه هتجري ورايا في اوقات مشيت ورا دماغي يعني لكن لو رجع بيها الزمن لا كان نفسي اللي انا اقعد في النادي الاهلي والنادي الاهلي كبير جدا مش بقول كده عشان في قناه الناس فهم. كلها عارفه اللي انه دغري أنا لا النادي الاهلي لا يعني انا بعد ما مشيت رحت حرس الحدود منظومه محترمه جدا وجبت جون في النادي الاهلي في كابتن حسام بدري يعني اول مباراه ضد الاهلي جبت جون في كابتن حسام بس مع احترامي لكل الانديه النادي الاهلي لا النادي الاهلي فيه حاجه مختلفه خالص لعبت سنتين في الحرس وبعدين رحت سنه طلع الجيش طلبوني وبعدين سافرت الامارات وبعدين رجعت بقى خلاص ما قلت لا يعني كفايه بقى فاللي انا عايز اقوله للنادي الاهلي غير كل الانديه يعني اللي يلعب في الاهلي لا الموضوع مختلف تماما بس يلا يا كابتن اللي بعده يا كابتن ده سؤال حكم لا سمعنا السؤال بعد اذنك يا كابتن من فضلك لسه عند كلامك لما قلت في برنامج قبل كده تصريح يعني بعد اينو محدش بيعرف يشوط في مصر الحكم غني اغنيه طيب بص بقى يا كابتن انت هتعمل الاثنين لا ليه ما بعرفش اغني لا ايه ده كلام مش مظبوط انا عندي اسرار انك بتغني انا بلاقي ده الناس هتطفي القناه هنسهلها عليك غني مع من 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 اغاني جمهور الالتراس من اغاني جمهور الاهلي يعني اي مش بعرف والله مش حافظهم اصلي يعني انا دايما كنت بسمعهم في الاستاد يعني وهم بيقولوها لنا لكن انا اللي انا اردد هيبقى الموضوع صعب هيبقى شكلها وحش جاوب على السؤال يا كابتن ما تحرجني جاوب على السؤال والله لو بعرف اغني كنت اغني مش لازم بصي يمكن انا قبل كده كنت برضو في لقاء في برنامج يعني وكنا بنتكلم على التسديدات اللي ما فيش حد دلوقتي بيشوط في مصر خالص فقلت لهم فعلا بعد ايه بس انا ما قلتش انه بس يعني هو هنا غلطان انا قلت بعد انه حسني عبد ربه كان حسني عبد ربه معايا عشان احنا دايما واحنا بنلعب كان الناس كلها وكل الفرق اي مدرب بيدي المحاضره مثلا معروف والمذيع المعلق واي حد انا كل اهدافي كانت شوط عشان كنت معروف اللي انا بشوط حسني عبد ربه نفس الحكايه فكان دايما بيبقى في شوط حتى الشوط ده يعني بيفك ماتشات كتير في فرق اوقات بتبقى متكتله كده فانت ممكن تفك المباراه دي بشوطه تكسب بيها دلوقتي ببقى بتفرج على المباريات او مثلا بحلل المباريات او فين وفين في التسعين دقيقة ممكن ما تشوفش تسديدة واحدة على المرمى فمع ان التسديد ده متعة وممكن بيخلي الناس تستمتع انت دلوقتي كلنا لما واحد بيشوط يا ده جاب جون شوطة صحيح. الاول كان غير كده كان محمد شاوي بيشوط كان اينو بيشوط كان حمزة الجمل بيشوط ابو الدهب بيشوط حسني عبد ربه بيشوط كانت الناس دايما بتشوط فانا قلت كده عشان فعلا دلوقتي تتفرج على المباراه تحس ان هي سجال راحه جايه لكن ما فيش شوطه انا كنت دايما بحب الناس الشاويطه عشان انا كنت دايما بشوط وانا كل اهدافي وكل جواني شوط من بره ال 18 من بعيد فدلوقتي ما بشوفش حد بيشوط فانا عشان كده قلت ما حدش بيشوط دلوقتي تصريحات قويه جدا لا صريحه كابتن والله انا بحب انا بحب الناس الصريحه ما بحبش الناس اللي بتلف وتدور وبتتكلم لا مش انا خالص لا احنا هنوقف هنا احنا هنرحمك من اللعبه دي شويه بس انا استحلف الموضوع الموضوع عجبك هنروح بس كده نشوف اسئله بقى الناس على السوشيال ميديا عندنا سؤال من وجهه نظر حضرتك ماتش الاهلي اللي فات هيأثر على الاهلي في مشوار الاهلي في الدوري وكاس العالم الانديه عشان بجد احنا خايفين اللي حصل في السنين الاخره وخساره الدوري يحصل تاني خساره الدوري يحصل تاني لا خالص لا النادي الاهلي يعني اي فرقه في الدنيا ما بتكسبش على طول ولا بتخسر على طول فمش مشكله كانش في توفيق المباراه اللي فاتت وضيعوا نقطتين لكن انا جربت الاهلي لما بيضيع يعني نقطه او بيحصل كبوه كده صغيره بيقوم تاني على طول ودي ميزه الفرق الكبيره فان شاء الله بتمنى لهم التوفيق والاهلي قادر اللي هو ان شاء الله يعمل موسم قوي يعني سواء في افريقيا او في الدوري. طيب ايه توقعك لعمر احمد بيقول ايه توقعك لنهائي كاس العالم بين فرنسا والارجنتين؟ الفرقتين طبعا فرقتين كبار بس انا بحب ميسي. يعني انا بحب ميسي على المستوى الشخصي من احسن الناس اللي شفتها في حياتي بتلعب كوره والناس مش هتحس بقيمه ميسي ولا رونالدو لما يعني لما يبطلوا.
فالناس دي لما تبطل احنا هنفتقد المتعه بكتير يعني. فانا ميسي دي الحاجه الوحيده اللي هو ما شالش كاس عالم مع منتخب بلاده، حقق كل الالقاب الشخصيه بالنسبه له، فهو نفسه يشيل كاس العالم عشان يبقى عمل كل حاجه، وخصوصا ان كاس العالم اللي جاي ميسي مش هيبقى موجود، فده اخر واحد ليه. فاتمنى طبعا اللي ميسي يعمل حاجه مع المنتخب يعني. طيب اينو، انا عايزاك في الاخر كده توجه رساله لجمهور الاهلي اللي يمكن انت اتكلمت النهارده وكتير كنت بتتكلم عن اهميه دوره في حياتك. جمهور الاهلي ولا جمهور بشكل عام؟ جمهور الاهلي. جمهور الاهلي، لا طبعا انا عايز اقول جمهور الاهلي ده حاجه عندي اينو يعني عيلتي يعني زي ما بيقولوا، حاجه كبيره جدا عندي وبتمنى لو في يوم من الايام يعني، بس انا ما افتكرش لو عملت كده حد زعلان مني من جمهور النادي الاهلي في اي حاجه ما يزعلش مني. بحبهم جدا وياما ساندوني في الملعب وياما ساندوني لما رجعت من الاصابه، فضلوا معايا وكانوا بينادوني وكانوا بيدعموني دايما، ولغايه دلوقتي بيشوفوني في الشارع وفي اي مكان بروحه، وفي الناس بتقابلني بكل احترام، فسيظلوا هم عيلتي يعني وبحبهم جدا، وبيعجبني اصرارهم لما بشوفهم لحد دلوقتي في الاستاد، وهم يعني عندهم حته الوفاء دي حاجه كبيره جدا، يفضلوا قاعدين لغايه الدقيقه 90 بيقعدوا يشجعوا، 95 بيقعدوا يشجعوا، صعب انك تلاقيها في اي جمهور. ففعلا من الناس الوفيه جدا اللي بتقف خلف فرقتها، وعمر النادي الاهلي او عمر فرقه الاهلي ما هتنجح من غير الجمهور. دايما الجمهور هو اللي بيدينا الحماس، هو الجمهور دايما اللي بيدينا القوه الباور في الملعب. فبتمنى التوفيق ان شاء الله لجمهور الاهلي وفرقه الاهلي، ودايما نشوفهم كده على منصات التدريب ان شاء الله. كابتن معتز اينو حضرتك نورتنا وشرفتنا، انا ليا الشرف ان احنا عملنا انترفيو مع بعض وان انت كنت موجود معانا، دي حاجه انا هزودها في السي في بتاعي وبتمنى لك النجاح ان شاء الله في كل القادم. تسلمي طبعا على الكلام الجميل، وانا بشكرك جدا وبشكرك جدا، وان شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق، وانا متابعكم على فكره وبتفرج عليكم، ويعني محترمين جدا، والمواضيع حتى اللي بتتكلموا فيها مواضيع شيقه جدا، وبتمنى لكم كل التوفيق، وانتم في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي، وانتم ان شاء الله هتعملوا برنامج هيكسر الدنيا إن شاء الله. انا يعني متوقع لكم كده، وشرف ليا اللي انا كنت موجود معاكم طبعا، وبتمنى لكم كل التوفيق. الله يشرفنا يا كابتن. تسلم. شكرا جدا يا كابتن. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا.